انا بس كنت مخنوقه شويه، قلت يعني افتح الشباك اشم شويه هوا. مش جالي نوم. وانا برضو مش جالي نوم. الملايات دي اصلا تعبان شويه. طيب ما تيجي نشرب فخفخينه بره ولا حاجه في الليل؟ طيب اوكي. طب اسبقني وانا هغير هدومي وحصلك. اوكي ماشي، اسبقني اوي اسبقني. ايه عجبك؟ هي مين دي؟ البنت اللي على الغلاف؟ اصل يعني شكلك مركز معاها. لا لا، انا ما يعجبنيش الاشكال دي خالص. امال ايه اللي بيعجبك؟ انا اصله البنت بالنسبه لي بتبقى عامله زي الاعلام بالظبط، عارفه؟ كل ما بيبقى بسيط وما فيهوش دوشه بيبقى زي القمر. بيبقى احلى يعني، وفكرته توصل بسرعه. بالظبط. طب وانت بقى شايفني زي اني اعلان؟ ده سؤال ذكي. اقول لك، في هنا اعلان اهو. انت اهو لمبه وقلاوز كمان هتلسعك. اوعى تطفيها. انت بتشرب ايه؟ نسكافيه. ده اكيد اكسباير. لا ده نسكافيه. اه لا فعلا مش اكسباير. لا مش قلت لك اسمع الكلام. انت مش عارف يعني ايه اكسباير؟ لا عارف طبعا، انا كريم على طول بتعمل لي نسكافيه اكسباير. هوا بقى شوية. يلا. مين كريمة دي؟ دي السكرتيرة بتاعتي، أحلى واحدة في مكتبي، حاجة كده عاملة زي القلم الجاف لما يضرب في الحر. هو أنت ما عندكيش إخوات؟ لا أنا وحيدة. زي حالاتي يعني، الحال من بعض. أنت برج إيه؟ أنا برج العقرب. إيه؟ في إيه؟ وأنا ليه كل ما أقول لحد إن أنا برج العقرب يقوم مخضوض ومفزوع مني كده؟ لا أصل أنا أعرف إنهم غدارين. طب وانت رايك ايه؟ لا انا شايفه عادي يعني. شفتي؟ وانت برج ايه؟ العقرب. ده بيقولوا عليهم غدارين جدا. برد. اه. تاخدي شفتك؟ لا اصلا انا بقرف من نسكافيه. ليه انت مش مقرف ولا حاجه؟ ايه شعرك ناعم قوي. لا خلي بالك بقى لا تنطري علينا حاجه. ايه المطار اللي احنا قاعدين فيه ده؟ فلوس كنت اديتهالك تعملي بيها العملية. قصدك يعني لو فلوس زايدة عن حاجتك؟ لا، حتى لو آخر فلوس عندي إيه اللي هيحصل يعني؟ الدرجة دي؟ مش أنت هترجعيهم ولا هتضربي عليهم؟ طبعا هرجعهم لك. طب خلاص. رشدي، أنت إيه اللي خلاك توافق على حكاية الخطف دي؟ لما قلتلكوا سيبوني 3 دقايق أفكر كده نط في دماغي راجل عندنا في المنطقة محلتوش 3 جنيه بيشتغل غطاس. ازاي؟ انا اعرف ان الدايفرز دول بيكسبوا ذهب من الغطس. ده ما كانش بيغطس في البحر، ده كان بيغطس في المجال. ايوه في بلاعات الحتة عندنا علشان يسلكها. المهم يعني في يوم سألت فقالوا لي ده انتحر، كان مزنوق في 300 جنيه علشان ابنه كان عيل. فسألت نفسي لو كان عم تسوقي ده جه وطلب مني ال 300 جنيه دول وكنت اديتهم له يعني كان زمانه عايش. مالك؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه مع البدلة دي. التليفون اشتغل. اكيد ساري دفعت الفاتورة. ليه يكون بابا عارف مكاننا؟ هو لو بابا عارف مكاننا هيتصل ياخد ميعاد قبل ما يجي. اكيد هي سالي. قومي ردي. ايه اللي انا بقوله؟ ايوه يا رشدي، انتوا لازم تسيبوا الفيلا الصبح بدري
اخويا جات له مأموريه الصبح في اسكندريه وبعد كده هيعدي على الفيلا يدفع فلوس الصيانه ويروح على طول. تقدروا تبقوا ترجعوا بعد كده؟ كده الفيلا رجعت زي ما كانت بالظبط. انت عارف ان انا عمر ما حد عمل معايا كده؟ قصدك يعني عشان بلبسك الجزمه؟ امال كنت بتعملي ايه؟ كنت بتخرجي حافيه؟ لا طبعا. بكره تخفي وتعملي كل اللي نفسك فيه، انا عملت لك دي فيونكه ودي جزر. يلا اوعي تخافي. هنروح فين؟ تمام هقول. يلا ما تاخريش بقى. رشدي مين؟ جيتي بسرعه جدا. ياه الميكروباص وحشني قوي. ايه ده؟ احنا هنركب ميكروباص؟ تحبيه ولا ايه؟ لا انا عمري ما ركبته. انا عمري ما ركبت غيره. مفيش الا مطرع واحد بس. مش هينفع احنا اتنين. ما تقلقيش انا هتصرف، انا هتصرف. تحبي تقعدي جنب الشباك؟ يا ريت. قومي يا ولامه جنب الشباك قومي. يا سيدي جيم ولا منه؟ صلى الله عليه. فين؟ هجيب الكرسي. شيلني يا حواش. امسكي النضاره دي عشان لو ازازه اتكسر بس. بص يا رشدي. امني لي ظهري. طب شويه بس كده عشان هي بتقلق من المنظر اللي قدامها. اتفضل. خد تعالى هنا اهو. تعالى انت ايه فاهم نفسك حركه ولا ايه؟ مفيش ادب يالا؟ لا مفيش ادب. يالا مفيش ادب خالص؟ مفيش خالص. يبقى نتربى. لما هو مفيش ادب يبقى نتربى. تصدق انا شايف البحر من عندي هنا. ايه؟ لا!